موقع يعد علامة بارزة في تاريخ الأمة الإسلامية لصاحب ثالث المذاهب الفقهية، بداخله أكبر أضرحة مصر لعاشق العلم والرماية والشعر. شاع صيته أرجاء المعمورة، ووصلت سمعة علمه مبالغ الأمم والممالك، فهو لم يعب يوما على الزمان، وأدرك أن رضا الناس غاية لا تدرك، وعندما استحكمت حلقاته فرجت. نحن الآن في رحاب مسجد وضريح الإمام الشافعي، إمام أئمة المجتهدين وقدوة العلماء العاملين ومن أكابر الأولياء العارفين. يقع المسجد في حي الإمام الشافعي شرق القاهرة إلى الجنوب من قلعة صلاح الدين، وأنشئ المسجد تعظيما للإمام. الإمام الشافعي أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة عبر التاريخ، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، عرف بالحكمة والبلاغة والأشعار التي تهدف إلى توضيح العبر في الأمور الدنيوية. هذا المسجد العريق الذي يعد علامة من علامات الحضارة الإسلامية في مدينة القاهرة، وبه أكبر ضريح لواحد من أعظم العلماء والإمام الشافعي رحمة الله عليه. وكما نعلم جميعا فإن العلماء هم صبيح الدجى، وهم منارات الهدى، وهم دعاة الحق، وهم ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هو مسجد جميل، واجهته مبنية بالحجر، وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية، وله منارة رشيقة أنشئت على نماذج المنارات المملوكية، وتشير اللوحة التأسيسية المواجهة لحائط المدخل إلى عهد الخديوي توفيق باشا عام 1309 هجرية. المسجد أنشئ في عهد الخديوي محمد توفيق سنة 1309. بيتضح هذا من اللوحة التأسيسية للمسجد الموجودة أعلى أحد أبواب المسجد، واللي بيقول فيها الخديوي محمد توفيق أنه وضع حجر الأساس لهذا المسجد في عام 1309 هجرية، اللي بيوافق 1890 ميلاديا. بيستمر العمل حوالي سنة في هذا المسجد إلى أن بيتم تدشينه بعد سنة، زي ما بنقرأ على الكتابات الكوفية اللي موجودة على المنبر، واللي بتقول إن هذا المنبر اللي موجود حاليا في المسجد، هذا المنبر أنشئ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في عام 1310. هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي القرشي، من أكابر فقهاء الأمة المعروفين. ولد بغزة سنة 150 هجرية، نشأ في أسرة فلسطينية، مات أبوه وهو صغير، فانتقلت أمه إلى مكة لتحافظ على شرف نسبه. هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس الشافعي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فعبد مناف هو جد للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه جد للشافعي. ولا شك أن هذا شرف لا يدانيه شرف، ومكانة لا تدانيها مكانة، حينما يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب الشريف المطهر. ولد الإمام الشافعي سنة 150 هجرية الموافق 767 ميلادية في إقليم غزة، وتوفي سنة 204 الموافق 820 ميلادية. يعني ببساطة الإمام الشافعي توفي صغير السن عن 54 سنة. الإمام الشافعي ما قعدش في غزة يمكن سنتين وهو طفل، والده توفى فأخذته والدته ورجعت على مكة، لأنه الإمام الشافعي عكس ما هو شائع بين البعض إن هو فلسطيني الأصل، الإمام الشافعي عربي شريف قرشي، لأن بينتهي نسبه إلى قبيلة قريش،
وبيتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا النسب أنه هو قرشي زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عشان كده والدته أخذته من غزة وهو لسه طفل صغير وطلعت على مكة عشان يتربى هناك بين أهله. في مكة عاش الإمام الشافعي وبدأ نبوغه. الإمام الشافعي في سن 7 سنوات حفظ القرآن الكريم، وقبل ما يكمل 10 سنوات كان حفظ موطئ الإمام مالك، هذا المجلد الضخم اللي بيحوي مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث النبوية. نبغ الشافعي في الفقه على الرغم من حداثة سنه، وأذن له بالإفتاء. من بعدها سعت همة الشافعي للهجرة إلى المدينة في طلب العلم، وأخذ الشافعي يقرأ للإمام مالك وظل معه ويروي عنه. وحينما رأى فيه أساتذته النبوغ والترسخ في العلم صرحوا له بالإفتاء، ولكنه لم يكتفي بهذا، ولكنه أراد أن يهاجر إلى المدينة لينهل من علم العلماء هناك وليكون تلميذا لمالك رحمه الله تعالى. وبالفعل ذهب إلى هناك وقرأ عليه الموطأ وتعلم منه العلوم، ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق، وهناك ألف الشافعي رحمة الله عليه الكثير من كتبه ومن تراثه العلمي. الإمام الشافعي احنا كلنا نعرف ان هو كمان عنده شعر، وشاعر كبير جدا جدا، وله قصائد فخيمة جدا في الشعر. ده ببساطة لأنه وهو صغير قبل ما يبلغ عاش وتربى أيضا بين قبيلة هذيل، وهذه القبيلة كانت مشهورة بالشعر، لدرجة أنه نتيجة نبوغ الإمام الشافعي في الشعر العربي أصبحوا يصححوا أشعار هذيل على أشعار الإمام الشافعي، وبالتالي أصبح الإمام الشافعي علامة أيضا ليس فقط في الفقه وفي الحديث النبوي، ولكن أيضا في الشعر واللغة العربية. خرج الشافعي إلى بغداد وعاش فيها عدة سنوات، وخلال إقامته فيها صنف كل كتبه القديمة. وبعدها جاءت خطوة مصر سنة 199 هجرية، وصنف فيها عددا من كتبه الجديدة، وظل بها حتى وفاته في عام 819 ميلاديا 204 هجرية، وقد بلغ من العمر 54 عاما. الإمام الشافعي لما جه مصر ألف أهم كتبه، كتاب الأم على سبيل المثال، أعاد كتابة كتاب الرسالة مرة تانية، وبدأ يألف مؤلفات كتيرة جدا جدا في خلال فترة بسيطة جدا، لأنه الإمام الشافعي لما جه مصر جه مصر بناء على دعوة من والي مصر العربي في الوقت ده، وكان ده في سنة 199 هجرية. طبعا لما نحسب الفترة من 199 هجرية لوفاته 204 يعني تقريبا قعد في مصر 5 سنين. هو نفسه لما لبى الدعوة عشان يجي مصر قال لنفسه كده في أحد الأبيات الشعرية، يعني مش عارف، يعني أنا رايح في طريق الغنى ولا رايح في طريق للقبر. فمن الكتب العظيمة التي ألفها الإمام الشافعي في أصول الفقه كتاب الرسالة الذي يعد أما في هذا العلم. أيضا ألف كتابا يسمى بجماع العلم، وفيه تحدث عن الحديث وعلومه. وأيضا في الفقه ألف كتابه الأم الذي يعد بمثابة المرجع الكبير العظيم في الفقه الإسلامي. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى لهذا العالم الجليل أن يحل بأرض الأمان، بمصر المحروسة، فجاء الشافعي إلى مصر سنة 199 هجرية، وظل بمصر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى سنة 204 هجرية. وفي هذه الفترة التي جلس فيها الشافعي ومكث فيها في مصر أخذ يدرس العلم وينشر الفقه بين الناس، وأقبل عليه أهل مصر. فكما نعلم أن مصر بلد يحب العلم ويحب العلماء ويحب الدين، فأقبلوا على الشافعي ينهلون من علمه ويستفيدون من فهمه لكتاب الله جل وعلا. بداخل المسجد أكبر أضرحة مصر، عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها من الداخل 15 متر، وله جدران تحمل قبة ضخمة، فكانت من أعظم مباني العصور الوسطى وأجملها زخرفة.
هناك أربع تراكيب خشبية في هذا الضريح، الأولى للإمام الشافعي عليه رحمة الله، والثانية لوالدة الملك الكامل، والثالثة للملك الكامل الأيوبي نفسه، والرابعة لآل الحكم أصحاب المكان الأصليين يعني اللي نزل عليهم الإمام الشافعي. هذه هي التراكيب الأربعة. من الملاحظ أن في هذا الضريح بتوجد ثلاث محاريب خشبية، فيهم محراب مهم جدا هو المحراب الأوسط لأنه بينسب للسلطان المملوكي قلاوون، والسلطان المملوكي قلاوون عمل هذا المحراب الكبير وجعله بزاوية عشان يصحح خطأ نسبي أو خطأ يعني بسيط في زاوية الميل اللي بني بها الضريح عشان يبقى متجه نحو مكة المكرمة. الثلاث محاريب كلهم في اتجاه مكة المكرمة. وقبة الشافعي من القباب العظيمة، تفنن المهندس المعماري في زخرفتها وتولى عليها التجديد والإصلاح من الملوك والحاكمين. ظل الشافعي هذه الفترة في مصر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، بعد أن صلت عليه كما وصى بذلك هو، صلت عليه السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فمات في يوم الجمعة بعد أن صلى العشاء في آخر يوم من شهر رجب لعام 2004 هجرية. هذا الضريح في الأساس كان مخصص لآل الحكم اللي هو نزل عليهم، ولما دفن فيه ظل فترة طويلة لحد ما جه صلاح الدين الأيوبي عمل تابوت خشبي حول هذا الضريح. ثم جاء الملك الكامل الأيوبي سنة 1211 وبنى قبة فخمة جدا على الضريح من الداخل من الخشب، تشابه القبب اللي موجودة في هذا المسجد، من الداخل من الخشب ومن الخارج مغطاة بألواح من الرصاص عشان تحمي القبة الخشبية من الأمطار والعوامل الجوية. يعد فقه الإمام الشافعي من أبرز المذاهب الفقهية عند أهل السنة، كما أن له الكثير من الأتباع والتلاميذ. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال عن الشافعي رحمه الله: ما مس أحد قلما أو محبرة بعد الشافعي إلا وكان للشافعي عليه فضل ومنة. وحينما كان يكسر الدعاء للشافعي في صلاته، فقد قيل أنه ظل 40 سنة يدعو للشافعي في صلاته، فسأله ابنه وقال له: يا أبتي، كيف كان الشافعي هذا الرجل الذي تدعو له بهذه الطريقة؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. وللمسجد حالة روحانية وإيمانية عالية، فهو موضع تكريم الزائرين الذين يقصدونه بالزيارة والتبرك. الإمام الشافعي أحد أهم علماء الأمة وأعلامها، فهو الفقيه الذي برع في فقهه حتى على شيوخه، وهو الشاعر الذي تسامت أشعاره البلدان لقوة بلاغتها، فهو إمام الأئمة وقدوة العلماء، عاشق مصر والمصريين.